إذا محمود هروك، جمعية شبيبة المغرب المواطنة، مستشار العلاقات العامة. مراكش تستعيد الحياة من قلب ساحة جامع الفناء النابض. هذه ماشي أول حملة اللي كنديروها ديال التبرع بالدم. الحملة اللي كنديروها اليوم هي استمرارا للحملات السابقة واللي كتجي لتزويد بنك الدم نظرا للخصاص المهول اللي كيعرفوا، وهي حملة أيضا حملة تحسيسية وكتهدف باش أننا نوعيو الناس بالضرورة ديال التبرع بهذا الترياق الحياة، هذه المادة الضرورية للوجود، واللي أحيانا الناس كيكونوا في حاجة لها وما كيتسناش لهم أنهم ياخذوها، وربما كتضيع أرواح. اليوم كنقولوا بأن مراكش كترجع لها الحياة، وكذلك نحث على إرجاع المساهمة في إرجاع أو إنقاذ بعض النفوس وبعض الأرواح. كنشكر المجلس الجماعي ديال مدينة مراكش، مجلس المدينة، المصلحة الولائية، وكذلك مركز الدراسات والأبحاث انفيستيي، والشريك ديالنا الدائم اللي هو كوليج لاصال، دون نسيان وزارة الصحة ومركز تحقن الدم. كنتمنى أنه نستطيعوا نحققوا الرقم القياسي، لأنه السنة الماضية حققنا الرقم القياسي في الجهة اللي تعدى 430 كيس. اليوم كتجي هذه الحملة في ظروف استثنائية، وكنتمنى أنه نرفعوا سقف التحدي ونستطيعوا نوصلوا على الأقل العدد ديال السنة الماضية. شكرا. ديالنا هاد المبادرة ديال جمع التبرعات ديال الدم نظرا للخصاص اللي كيعرفوا البلاد ديالنا في هاد الوقيتة، خصوصا مع هاد الجائحة هادي ديال الكورونا. و خديت المبادرة كعضو من الجمعية أنني نتبرع حتى أنا باش ننقذوا الحياة ديال الأشخاص مساكين. وليد من مراكش، كنشكر الجمعية اللي قامت بهذه المبادرة هذه، وكنتمناش الناس كاملهم يجيو يتبرعوا بالدم ديالهم، لأن عندنا خصص مع الجائحة تاع كورونا، كنتمناش كاع الناس يجيو يساعدوا الناس ويعطيو الدم ديالهم. وكنشكروا الجمعية، وكنشكروا كاع جميع الناس اللي صارين على هذا الشيء هذا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.